عملية إطفاء الحريق. يلا بينا. كنا اتكلمنا قبل كده واتفقنا ان احنا عايزين نعمل حلقة عن عملية اطفاء الحريق، يعني الطريقة المناسبة ان انا اقدر اطفي بيها اي حريق. لازم اتكلم الاول عن الكلاسز بتاع الحريق. كلمة كلاسز بتاع الحريق معناها ان عندي 5 كلاسز، كلاس A B C D وكلاس K. كلاس A اللي هو اختصار لكلمة أش، وده بيطفي أو دي من نوع الطفايات اللي بتطفي حاجة اسمها الكومباستبلز وودز والكومباستبلز بيبرز، اللي هو الورق والخشب وخلافه، والحاجات اللي هي مش ميتالز ومش ليكويدز. كلاس B اللي هو اختصار لكلمة بارل، بارل اللي هو بيطفي أي حاجة سايلة، الليكويد جازز وخلافه. كلاس C اللي هو اختصار لكلمة current اللي هو بيطفي أي حاجة ليها علاقة بالكهرباء أو المكن وخلافه. وكلاس D اللي هو اختصار لكلمة dynamite، ده اللي بيطفي أو الطفايات اللي بتطفي الميتالز أو زي المغنيسيوم والتيتانيوم وخلافه. عشان نوصل لاخر كلاس هو كلاس رقم 5، كلاس K اللي هو الكلاس الخاص بالكيتشن او اختصار لكلمه كيتشن، اللي هو بيبتدي ان هو يطفي اي حاجه ليها علاقه بالمطبخ، ولو ان اي حاجه ليها علاقه بالمطبخ او الزيوت او خلاف دوت طبعا لازم برضو استخدم حاجه اسمها الفاير بلانكت. عندي كام نوع من الطفايات؟ عندي 4 انواع من الطفايات. طفايه السي او 2 ودي بتطفي الكهرباء، طفايه البودر بتطفي اي حاجه، طفايات الميه دي بتطفي كل حاجه ما عدا الكهرباء وما عدا الزيوت، عشان نوصل لاخر نقطه اللي هي طفايات الفوم اللي بتطفي معايا الهيدرو كربون. لازم اخلي بالي كويس جدا ان الطفايات فيها منها احجام بدايه من 1 كيلو جرام لغايه 12 كيلو جرام، ويمكن اكتر كمان من 12 كيلو جرام. ساعات بضطر ان انا استخدم حاجه اسمها الووتر بامب، دي في شركات البترول او المصانع او المواقع الكبيره، على اساس انها يكون في تانك، التانك ده متوصل بموتور ميه قدرته 1 حصان او 2 حصان او يمكن كمان اكتر من كده حسب الديزاين او اللي اوت بتاع الشركه، وببتدي ان انا اشتغل عليه وببتدي ان انا اطفي بيه الحريق في حاله احتياج دوت. نخلي بالنا نفسنا النار مش كبير. والسلام عليكم.